بسم الله. خلاص عملنا الروتر، عملنا الكنترولر والموديل، امال ما شغلناش ليه؟ ماشي. الاول احنا اتفقنا ان الكنترولر بتاعنا بينادي على فانكشن اسمها تيست، مظبوط؟ ده الروتر بتاعنا اهو. بعد كده رحنا جوه الكنترولر وعملنا الفانكشن اللي اسمها تيست وعملنا له ريسبونس، ما عندناش مشكله. لكن مين اللي هيشغل الاول؟ البدايه هي الاب جي اس، ما ننساش ان الاب جي اس هو المسؤول عن ايه، بدايه الشغل بتاعنا. عشان يقدر يشتغل لازم ينادي على الكنترولر ده الاول او ينادي على الروتر ده ويبدا يشتغل. فانا قمت قايل له ماشي، عرفت كونست كاستمر، وهنادي على الكاستمر بتاعي اللي جوه الروتس، لان كده الاب هيقوم هينادي على الروتس، الروتس بيوجهني للايه، للكنترولر. الكنترولر لما بيحتاج حاجه من الموديل بيشتغل عليها. فقلت له كاستمر، قلت له ايه روتس، وناديت على الكاستمر دوت روت. وبعد كده خلي تعريف البورد ده فوق عشان ما يشغلناش. وبعدين هننادي على اب عشان نعمل يوز اب دوت يوز. ايوه مظبوط. عايز اعمل يوزنج لايه؟ قلت له عارف لما اقول سلاش كاستمرز كلها بقى وانت رايح، يعني من سلاش كاستمرز بكل التفاصيل اللي جواها، هنادي على الكاستمر اللي عرفته فوق اللي هو الروت بتاعي. فخلاص سلاش كاستمرز جواها بقى، كان عندنا سلاش تيست صح جوا الروت ده، الروت ده كان جواه سلاش، يبقى سلاش كاستمرز سلاش تيست، ويبدا يخش منه على الايه، على الكنترولر بتاعنا. تعالى بقى نفتح التيرمينال بتاعتنا كده، وهعمل نود دوت اب جي اس او دوت جي اس، اسف، نود اب دوت جي اس. قال لي ان السيرفر راننج على 4/3. قلت له كويس. تعالى بقى نفتح ايه، يعني براوزر، ونكتب اللوكال هوست، ونكتب البورت بتاعنا 4/3. طبعا لو دوسنا انتر هيقول لي طبعا كان نوت جيت، مفيش جيت طبعا، انا لسه اليو ار ال ده بالنسبه لنا مش معروف، او الباث ده بالنسبه لنا مش معروف. امال ايه، لازم نقول سلاش كاستمرز، وبعد كاستمرز اقول له سلاش تيست عشان يبدا يفير لي الايه، الفانكشن بتاعت. لما عملت كده قال لي تيست كنترولر ايه ورك. طب كويس جدا. برضو ممكن نستدعي البوست مان، المفروض تبقى عامل له انستول، هاخد اليو ار ال بتاع كوبي، يعني كبديل للفرونت اند على ما نعمله، او كبديل للموبايل ابلكيشن على ما نعمله. خلاص. وهفتح تاب من التابات اللي موجوده، واغير الايه، وابدا احط بيست لليو ار ال بتاعي، وادوس سند. لازم نغير الاول البوست نخليها جيت، عشان شغال على الفانكشن جيت دلوقتي. وادي اليو ار ال بتاعي، قلت له سند، جاب لي الرساله بتاعتي ان هي تيست كنترول ورك. يبقى دي النتيجه اللي هترجع لك ايه، كفرونت اند او كموبايل ابلكيشن بيعمل كول للروت دوت.